جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أفني، لوين رايحة يا بنتي؟ ولشو هدول؟ أنا جاية على بالي روح على موتي دونغري وهدول للفقرة. افطري وبعدين روحي. ما بدي، مو جوعانة هلأ، وإذا جعت باكل في شغلة من برا. مثل ما بدك، بس بتعرفي شو؟ المنطقة بعيدة عليكي، ما بدي. خلص روحي بنتي، بس زيري بالك على حالك. طيب خدي حدا معك. لا ماما، أنا حابة أروح لحالي. أفني صارت صبية وصارت واعية وقت حالها كمان. شو يعني أنت ما رح تخبرني شو خطتك؟ الخطة بسيطة كتير، رح تروح أنت على بيت الجماعة وتقول إنك حطيت هاي الرسالة بالغلط. شو؟ أنا إمتى عملت هيك؟ ما عملت هيك أبداً، رح تقول إنه هالرسالة كتبها مديرك لمرته وإنه أنت حطيتها بكيس فستان أربيتها بالغلط. شو جنيت أنت؟ يعني ليش لحتى خلي الحق علي؟ عن جد مجنون، روح قلن انت هالحكي. ليش انا؟ كنت رحت وقلت لهم، بس هنن بيعرفوا اني من شركة تقديم الاكل يلي جابوها، يعني مستحيل انه يصدقوني. ايه وبدك تلبسني القصة؟ ايه مو انت رفيقي والرفقات لبعضهم؟ لو سمحت اميت اعمل هالشغلة كرمالي. لا 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 لا، ما رح تلعب لي بعقلي وما رح روح على بيت اربيتا وقول هذا الحكي. طيب لا تروح. عن جد؟ ايه ما في داعي تروح على بيت اربيتا، انت لازم تروح على بيت اهل زوجة. على بيت البنت اللي بتحبها؟ لا لا مستحيل، ما بتتذكر هديك المرة كيف كنا رح ننحبس بسببها؟ الأحسن إنه نروح على بيت أربيتا. لا أميت، الروح على بيت أربيتا ما رح تفيدنا بشي، لازم تروح على بيت حماها يا فهمان،